تابعين بصباحنا لليوم، واكيد سالي يعني معروفين السوريين قديش ايدهم للخير صحيح. دائما ممدوده، وقديش بحبوا بعض وبيساعدوا بعض، يعني وخاصه بشهر رمضان الكريم شفنا كثير من المبادرات عم تسعى لتقديم الافطار للناس المحتاجه، للناس اللي هي اولى انه تاكل قبلنا كلنا. رح نحكي اكثر عن كيف عم يشتغلوا الشباب، فريق بادر التنموي ليقدموا وجبات الفطور. بصيرنا نرحب بدي رحب برامي حماده المنسق العام في فريق تكاتف، اهلا وسهلا فيك، وايضا بدي رحب بشرى علي المدير اللوجستي بفريق بادر، اهلا وسهلا، يسعد صباحكم، رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكم. يعني رامي كان عندنا اكثر من لقاءات قبل رمضان ونحن تحدثنا عن هدول الاشياء، اهلا وسهلا فيكي ايضا بشرى. رح نرجع السؤال اول لك رامي، يعني مثل ما بنعرف برمضان في شيء اسمه سكبه، السكبه هي على دائما السوريين دائما لازم انه هن من اكلاتهم يقدموا تقاليد وعادات وعرف، فينا نعتبره اعراف صارت، انه يقدموا سكبه. كيف اذا كانت هي السكبه بهذا الوقت ولحدا محتاج او لحدا ممكن يكون عابر سبيل او ما عنده، في حدا ما عنده مين يطبخ له او يقدمه؟ خلينا نبلش بنقطه، نحن دائما مؤمنين انه انت مين ما كنت وين ما كنت انت دائما في شيء قدران تقدمه للبلد، صحيح، او في شيء قدران تقدمه للوضع اللي انت صحيح. فيه تمام. فنحن من هي النقطة اللي تفضلتي فيها أنسة سالي، نحن من فكرة تقليد سكبة رمضان بلشنا نحاول نحط مجهودنا بأنه نحن نطبخ ونعطي العالم اللي هي بحل بهالوقت تعبانة، يعني صايمة حرام، في عندها أحق مننا بهي بالأكل أو أحق مننا بأنه نحن نقدم لها هي المعونة، ومن هون بلشت. وعلى هذا الاساس مشروع بادر وبلش صار له فيها لمبادره سكبه رمضان 9 سنين، ومن 3 سنين صار اتفاق ما بين فريق تكاتف تطوعي وما بين مشروع بادر، اللي هو الاتفاق كان على الشكل التالي: فريق تكاتف تطوعي في عنده مكان مقر بالبرامكه جاهز بانه نحن فيه مساحه وجاهزين انه نحن نقدمه، ومشروع بادر عندهم مواد الأساسية اللي هن الغازات، المواد الرز، الطناجر، الأغراض تمام، بالإضافة للمتطوعين من هذا الفريق والمتطوعين من مشروع بادر كمان اجتمعوا ووحدنا المجهود بيناتنا وبلشنا، صرنا هي ثالث سنة مع بعض بسكبة رمضان. نعم، يعني اكيد موفقين واعمالكم اكيد ومشاركاتكم مو بس برمضان كمان بالايام العاديه. رح اروح لعند بشرى، يسعد صباحك بشرى، رمضان كريم. رمضان كريم. يعني بالبدايه دائما اللي بيقدم الخير او اللي بيسعى لانه يطعمي حدا فقير بترجع له بطاقة كتير حلوة وطاقة كتير مهمة للشخص ذاته. بشرى خلينا نحكي، يمكن هالسكبة قديش مهمة اليوم المشاركة فيها مع شباب وصبايا ضمن الأجواء يلي حكاها رامي، كيف عم تجتمعوا وكيف عم تنسقوا بين بعضكم البعض هيدي السكبة؟ هلا بداية مثل ما حكيتي انه دايما العمل يلي بنشتغله وخاصة اذا كنا عم نحبه بيرجع لنا نحن كأشخاص أو كمتطوعين، فينا نقول أنه هو نوع من الدعم النفسي على فكرة للي بيشتغل بهذا القطاع أكثر من أي نوع آخر من أنواع الدعم. التنسيق عم بيكون بتحديد أدوار معينة، يعني إحنا عم نحدد هيدا المجموعة مثلا من المتطوعين عم تقطع الجاز، هدول عم بيقطعوا الخضرة، هيدا متطوعين تانيين عم يزبطوا الرز، ناس عم بتجهز مثلا الادوات اللي هي الطناجر وكيف مرتبين كيف موجودين. بنبلش عادة بين 10 وال11 صباح صباح ونخلص بال5، يعني دوبكم تلحقوا جهد مجهود كبير، يعني هالستات بيوت بيعرفوا قديش الطبخ مانو عملية سهلة ولا يطلع ظريف وظابط. يعني بوشو يعطيكم ألف عافية. رح نرجع لك رامي لنحكي أكثر، نحن بظروف صعبة 100%. وعم نعاني من كثير قصص، الغاز، المواد الغذائيه، الغلاء،
كله ليا، حتى مثلا على مبدأ الرز كمان صار غالي، فهدول القصص كلها يعني. كيف بدك تسأليني شلون عم تدبروا راسكم؟ كيف عم بتأمنوها؟ ايه يعني سؤال طبيعي منطقي الكل. نحن قبل مرحلة رمضان في مرحلة قبلها هي مرحلة التجهيز، نحن عادة بنكون بلشين نجهز مع مين في متبرعين، مين في ناس قدرانة تدعمنا خلال رمضان. هلا اللي حيفرق اللي فرق انه هي السنة نحن مشروع بادر عادة بيقلنا انه نحن بيكون مقسم انه المتبرع الفلاني حيغطينا من اليوم الفلاني لليوم الفلاني، نحن عندنا متبرع مثلا حيغطينا من اليوم الفلاني لليوم الفلاني. الفرق اللي صار هي السنة وهنا يعني نركز بهي النقطة انه المتبرعين اللي من طرفنا ومن طرف مشروع بادر قدرانين يغطونا، جمعوا لنا المواد اللي حتقدر تغطينا لأول 12 يوم ماكسيموم. ممتاز ماكسيموم. هلا ممتاز نحن يعني عادة يعني هيك قطعتوا النص. ممتاز انا قطعتوا النص. عادة نحن بنفوت على رمضان ونحن عارفين ل 30 يوم مين حيغطيهم. ممتاز هي السنة هي السنة يكون الوضع كثير صعب، فانك تأمني انت غاز يقدر يكفيكي لطبخ بين 2000 ل 5000 وجبة بالنهار على حسب قديش في معك اشخاص عم تطبخ، قديش في عندك ناس، انك تأمني الدجاج الرز اللي بالوقت اللي الاسعار صارت فيها جنونية يعني ما عاد منطقي. يعني الموظف اللي راتبه 50000 او اليوم الموظف اللي راتبه 200000 كيف بده يدبر راسه؟ ما حدا يعني هذا الشيء يعني مثل ما بيقولوا او سكبت رمضان او المساعدات بالفطور هي ما بقى مختصره على اشخاص محددين، كل الناس يمكن اليوم بحاجه انه نقدم لهم فطور، فهذا الشيء يمكن صار عبء عليكم اعداد زياده من الناس في ظل هاي الغلاء، خصوصا انه نحن بنتوجه للمناطق الاشد فقرا والمناطق الاشد حاجه، يعني مناطق بريف الشام، مناطق بالشام مثلا. عم توصلوا كمان مواصلات صارت جدا حتى كيف عم نوصل. وفي نقطة مهمة كمان انه بكل حارة في عندك انت عالم محتاجين، يمكن نحكي عن الفكرة هلا كمان شوي. تمام. يعني بشرى بدنا نرجع لعندك ونحكي كيف بيتم تقسيم الـ يمكن السكبات تبع رمضان بين الاحياء، بين ريف دمشق مثلا خلينا نحكي وبين العاصمه دمشق، كيف الداتة الاسماء بتكون عندكم؟ لمين بتتوجهوا اكثر؟ كيف الناس بيقدروا يشاركوا ويسجلوا اسمائهم بركي قبل بيوم او بنفس اليوم بياخذوا السكبه؟ كيف خلينا طبعا بنفس اليوم الطبخه اللي بنطبخها بنفس اليوم عم تتوزع. اكيد بتتوزع أكيد. بس ولكن التسجيل والاسماء التسجيل عم بيصير هلا بدايه. نحن تواصلنا مع كل اطراف المجتمع المدني، خلينا نقول مع المخاتير، مع الفرق التطوعيه اللي موجوده بالاحياء بدمشق وبريف دمشق، تواصلنا معهم، قدرنا نجمع داتا معينه. هلا هيدي الداتا عم تكون تراكميه، يعني احنا صار لنا 9 سنين، فكل سنه عم بيكون عندنا اسماء جديده، عدد مستفيدين اكثر، فنحن عم نجمع داتا بهذه الطريقه. طبعا اي حدا اي شخص هيدي للجميع، اي شخص حابب يدلنا على عيال ممكن تكون قادره تستفيد من سكبه رمضان نبعت لهم، او عفوا حاكون على الارقام اللي موجوده على صفحة مشروع بادر التنموي على تمام. هلا بدنا ننوه انه صفحة مشروع بادر الكل يشترك فيها وايضا يدعمها بكل شيء، لايكات وكل شيء، وصفحة فريق تكاتف التطوعي كمان. تمام كل الصفحة سوا تكاتف بادر. تماما تماما. يعني بشرى يمكن انتم كفريق ورامي كفريق صرنا فريق، يعني الفريقين صرنا فريق، نحن هيك متعودين السوريين، متعودين انه نحن بالشدة سوا وبالفرح سوا وبكل شيء سوا. الله يعطيكم الف عافيه. بنرجع لك رامي وبنحكي عن الفرق التطوعيه، مثل ما بنعرف كوفيد 19 كورونا يلي هو حاليا الوباء اللي مسيطر على كل العالم واثر علينا نحن ايضا، ظروف العمل يمكن اختلفت هلا، في تعقيم، في كمامات، وايضا في شروط معينه عم تشتغلوا فيها، شو الشروط؟ اكيد. هلا بنرجع لعند النقطه اللي بلشنا منها، انه انت قد ما كان الوضع صعب انت قدران انك انت تقدم شيء،
قد ما انك انت تساوي شيء. هلا لما اجت مشكله كوفيد 19 نحن الوضع صار علينا اصعب. نعم. بس ما عاد مستحيل، ما انه مستحيل. فنحن اللي سويناه انه نحن عندنا مجموعه اجراءات احترازيه اللي هي الكمامه، الكفوف، المسافه اللي بين الناس. نعم. نكون منتبهين دائما على صحه الناس اللي جاي المتطوعين. صحيح. نتواصل معهم قبل بيوم. نعم. بيومين، انت كيف صحتك، امورك تمام، كله رواء. اي حدا مثلا اي حدا بيحس بحس حاله تعبان خلاص، لازم ان كان من الفريق وان كان من الاشخاص العاديين. رامي وبشرى، نحن اكيد رح نتابع معكم عملكم خلال شهر رمضان، اكيد لنا لقاءات وقلنا اكيد نزله معكم، كثير بنحب نشارك معكم اكيد باستقبال رمضان. نتشكركم، ومو بس جهودكم، كمان في جهود اشخاص كثيره عم تتعب، بدنا نوجه لهم تحيه ونقول لكم رمضان كريم، وشكرا لكم ولهالسباق. شكرا. اهلا كريم.